والآن مع كلمة وجيزة يلقيها علينا فضيلة الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأستاذ بكلية اللغة العربية، فليتفضل مشكورا. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، خلفائه الراشدين والصالحين والعلماء العاملين، ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجمعنا بهم واجعلنا معهم يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد، فإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بالسابقين إليك على الإيمان. اللهم اجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان بلا سابقة عذاب ولا هوان. نسألك يا مولانا أن تجعل فقيد الإسلام في أعلى مقام، لأنك يا مولانا جعلتهم تابعين ومعلمين ومرشدين من بعد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنسألك يا ربنا بتبعيتهم وإرشادهم أن تجعلهم في أعلى مقام، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فما جئت للحديث في هذا المقام، وإنما حينما رأيت هذا الجمع المبارك الذي يدل على قبول الله عز وجل للفقيد الذي رحل عن العالم بعد أن أدى رسالته خير أداء، وأقام العلم في كل مكان على خير مقام، ما كانت لي صلة بالشيخ إلا عن طريق الكتب التي نشرها على الأنام في كل مكان وزمان. عرفته وأنا صغير سنة 1960 من خلال كتاباته في السيرة النبوية، وعرفت أنه من العلماء الأثبات الذين اتصلوا بربهم أولا فعلمهم الله عز وجل علما من لدن فصاروا به من الكاملين. قرأت له وما كنت أعرفه، ومرت الأيام ورأيته لا على ما هو عليه، وإنما فيما نقل عنه على هذه الشاشة التي هي من نعمة الله علينا وإلينا، أنها تنقل إلينا الصور مع الحديث مع ما حول هذه الصورة. وسمعته يتكلم بكلمات تدل على أنه من كبار الصالحين ومن أهل العرفان وأهل الاتصال الكامل التام
بالله رب العالمين. التقطت منه أنه قرأ في شرح من الشروح كلمات لم يفهمها، هو يقول هذا عن نفسه، قال ما فهمت فماذا أصنع؟ قال لما نزلت إلى مصر ذهبت إلى مقام العالم الذي ألف الكتاب، ذهب إلى المقام، قال وجلست عنده واستلهمت الله تبارك وتعالى وأنا عند صاحب الكلام، قال فقرأت ففهمت وعلمت أن الله تبارك وتعالى يفيض على العلماء الأموات فيضا يشعر به الأحياء الذين هم في كنف الأموات. هذا دليل على أنهم ما خرجوا من الدنيا ليكونوا أمواتا إلا في رأي العين، وهم أحياء عند ربهم يرزقون لأنهم شهداء. والشيخ خرج على هذا الحال حينما علمت بوفاته، أصابني الحزن ثم فرحت، قلت نعم نعمة الشهادة، الله عز وجل حلاه بالعلم في حياته وكرمه بالشهادة عند وفاته، فخرج من دنياه إلى ربه تبارك وتعالى على حد قوله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء عند ربهم، عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذن هو عند ربه الآن وهو حي عند مولاه ويرزق عند مولاه ويكرم بهذا التكريم عند مولاه إلى يوم القيامة، نلقاه هناك تحت لواء سيد النبيين والمرسلين ونحن معه إلى جنات النعيم. قلت الرجل عاش لله وأماته الله مكرما ليعيش عند مولاه، وأما هؤلاء الذين سطوا عليه بالقتل فهؤلاء مآلهم معلوم وهم إلى جهنم داخرون. لماذا؟ لأنهم اعتدوا على واحد من أهل الله ومن الذين كانوا على شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريث محمدي يحب ربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو إليهما على الدوام. أما هذا الذي يكون من دنيا يصيبها كثير من الناس فأولئك عن الدنيا مبعدون، لا يحبون إلا ربهم ولا يريدون إلا مولاهم مع حبهم لسيد المرسلين صلوات الله عليه. وهناك أحد العلماء السابقين القاضي الجرجاني كان على هذه الشرعة، وهو قبل عبد القاهر الجرجاني، توفي سنة 92 و300 قبل ميلاد الشيخ عبد القاهر. الشيخ عبد القاهر ولد سنة 400. لما رأى الدنيا سطى عليها أهل السلطان والغافلون والذين يريدون الدنيا بما هي عليه، ورأوا أنه لو ارتمى تحت أقدامهم لضيع العلم، فقال أشقى به غرسا، أي بالعلم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما،
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. أرى صلة بين الشيخ وبين السابقين من أهل العلم، ونحن على درهم وعلى سبيلهم، ونسأل الله أن نكون بحبنا معهم. في حقيقة الأمر نحن لا نستطيع بحال من الأحوال أن نجاهد جهادهم وأن نثمر كالثمرات التي أخذوها في دنياهم لأخراهم، فعلينا أن نكون من المحبين لهم. وقد أخبرنا المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معه. وشيخنا الجعفري هنا في الأزهر سمعت منه حديثا بسنده هو رضي الله عنه وأرضاه، قال: يقال للولي يوم القيامة ادخل الجنة، ويقال للعالم قف على باب الجنة واشفع فيمن علمته وفيمن أحببته وفيمن يحبونك. فهذه كرامة العلماء، وأرى في شيخنا البوطي عالما ربانيا واسع العلم، علم وأرشد وكتب ونشر، ثم ختم له بأحسن الخواتيم بالشهادة التي لقي بها مولاه ليكون حيا عند مولاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بالسابقين من العلماء العاملين، وأن يجعلنا معهم تحت لواء سيد المرسلين. اللهم ذلك إلى جنات النعيم بلا سابقة عذاب ولا هوان يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.